فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، جاءت أم جميل عند أولادها عتبة وعتيب، قالت لهم رأسي برأسكم حرام، لو ما تطلقوهمش. فطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم وما دخلوش بهم. علاش طلقت؟ علاش أمرتهم يطلقوهم؟ لأنها حبت تأذي النبي صلى الله عليه وسلم، حبت تأذيه في أحب الناس إليه هما بناته. تخيلوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم وطلق. أنا جايين نتكلموا حاليا على الطلاق، ونتكلموا على الكسرة ومعنى كسر القلب، ثم حنتكلموا على الجبر والإنسان يولي أمره لله سبحانه وتعالى. فأرادت أن تأذي النبي صلى الله عليه وسلم وتشغله ببناته، حبت تشغل النبي صلى الله عليه وسلم ببناته لأنه بعث عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي الفرج لرقية رضي الله تعالى عنها، ويأتي الفتح، ويأتي الجبر من الله تبارك وتعالى. عثمان رضي الله تعالى عنه، جاءه عمر فاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعرض عليه حفصة وهي بنت عمر رضي الله تعالى عنها، أمنا أم المؤمنين. قالوا عمر يا عثمان إذا تزوج حفصة، فعثمان سكت. فعمر ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم شاكيا له، قالوا يا رسول الله عرضت بنتي حفصة على عثمان، عثمان ما ردش عليا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عثمان يتزوج خير من حفصة، وحفصة يتزوجها خير من عثمان. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتزوج عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من العشر المبشرين من الجنة الذي تستحي منه الملائكة. تزوج برقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تزوجها عثمان بمكة، وهاجر عثمان ورقية إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة. رقية من بين الألقاب التي تلقب بها صاحبة الهجرتين، فهي هاجرت إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة المنورة.